دي الحدائق العامة في أوروبا، ملهاش شور، ملهاش أي حاجة، يعني مش بفلوس، مش لازم تدفع، مش لازم تبقى في منطقة راقية، عشان مش لازم تبقى في الرحاب في مدينتي في أي مكان زي ده عشان تخش استاد أو كده. لا، ده شارع عادي في كل منطقة لازم يبقى فيها، مش هقولك كل منطقة يعني. بص، سي يا ماري، سي، بيبقى فيه حدائق زي دي. تمام، الحدائق ديت فيها شوية ألعاب عشان الأطفال تلعب فيها، طبعا الأرضية ديت ضد الصدمات، يعني لو طفل وقع عليها ما يحصلوش حاجة، مجاني، بيبقى لها صيانة دورية. تمام، فكل الألعاب. سي يا موري، جوجو، عشان الأطفال تلعب. سي هو، عشان الأطفال تلعب براحتها. سي سي فيري كوي. اوه، حتى انا بجرب اللعبة كمان اهو. طبعا احنا في ايطاليا في حتة اسمها الوينو، منطقة اسمها الوينو تبع لبلدية فاريزي. ده مكان عام.